أعلنت السلطات الإيطالية بإقليم لاتسيو أن 79 رضيعاً التقطوا مرض السل إثر ولادتهم بمشفى جيميلي الشهير بروما خلال الأشهر الأخيرة. جاء ذلك بعد اكتشاف إصابة إحدى الممرضات في المشفى بالمرض رغم تناولها التطعيم المضاد. أحد الأطباء يقول: هذه الممرضة واحدة ممن تم تطعيمهم ضد المرض، ولكن كما هو معروف للجميع هذا التطعيم ليس ناجعا إلا في 50% فقط من الحالات. المسؤولون بالمشفى أكدوا أن الأطفال الرضع ليسوا مرضى ومن غير الوارد نقلهم العدوى إلى الآخرين، وأنهم قد تعرضوا فقط لبكتيريا هذا المرض، وأضافوا أنه لا داعي للذعر وأنه مرض قابل للشفاء تماما. كإجراء احتياطي دعا المشفى أسر أكثر من 1000 رضيع ولدوا هناك بين شهري مارس ويوليو الماضيين للحضور وإجراء فحوصات لأطفالهم.